أي تعديل دستوري في أي ظروف وأي تغييرات ستحملها المسودة الجديدة التي يطرحها الرئيس على الرأي العام؟ هي جملة من التساؤلات والاستفهامات تواترت بتواتر تسريبات عن إفراج وشيك عن إصلاحات تلاحقها الانتقادات من كل الاتجاهات. وقبل ميلاد الدستور بنسخته الجديدة تعود الخلافات التقليدية لتفرق بين الخصوم السياسيين ويتمركز الاحتكاك على الجوانب الإجرائية الشكلية من قبيل الاكتفاء بمصادقة غرفتي البرلمان على حساب الاستشارة الشعبية، رغم أن التعديل يبدو هذه المرة أعمق من سابقه. وبين صراع الشرعية والمشروعية نحاول اليوم الوقوف من جانب على حالة الشد والجذب وفق تساؤلات سنحاول الإجابة عنها في هذه الحلقة اليوم. هل من المفيد اليوم تحوير النقاش حول الدستور وحصره في الجوانب الشكلية بدل الخوض في المسائل الجوهرية لأعلى وثيقة قانونية في البلاد؟ سؤال أيضا لابد من أن نحيطه بالنقاش، ألا يحمل مخاض التعديل الدستوري مؤشرات صدام سياسي يدفع نحو تأزيم الوضع أكثر مما يسير به نحو الانفراج؟ والسؤال الآخر الذي لابد أيضا أن نتوقف عنده، ألم يفقد الإصلاح الدستوري زخمه أمام أولويات الإصلاح الاقتصادي واحتواء الغليان الاجتماعي؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأفاضل في هذه الحلقة الجديدة من بداية الأسبوع، برنامج قراءات من قناة الجزائر تي في. اليوم الموعد مع النقاش السياسي حول مسودة وثيقة تعديل الدستور، وما هي إلا تسريبات إعلامية، لكن الأحاديث هنا وهناك حول قرب إنزال هذه الوثيقة على البرلمان وما إلى ذلك. النقاش السياسي سيكون مع ضيوفنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم جميعا، وأبدأ الترحيب بك الأستاذ أحمد الدان الأمين العام لحركة البناء الوطني، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. كما أرحب بزميلي الإعلامي السيد إدير بن يونس مدير يومية لا ديباش دو كابيلي، مرحبا سيدي، أهلا وسهلا. نرحب أيضا بالشيخ بربارة وهو قيادي بالحركة الشعبية عضو المكتب الوطني، أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك. أيضا السيد جلول جودي وهو رئيس الكتلة البرلمانية مكلف بالاتصال ونائب برلماني، أهلا وسهلا. شكرا، مرحبا بكم جميعا، أهلا وسهلا. نبدأ النقاش بعد أن نتابع هذا التقرير عده زميلنا رضوان بوساق حول وثيقة تعديل الدستور. لحد الآن مجرد الحديث عن هذه الوثيقة في الساحة السياسية هناك نوع من التجاذب حول نقطتين أساسيتين فيما يتعلق بالجانب الشكلي الإجرائي وفيما يتعلق بعض الأمور من داخل مضمون الدستور. نتابع التقرير ونبدأ النقاش. تعديل الدستور مرة أخرى ليس للحديث عن الحاجة أو التوقيت أو دراسة الجدوى أصلا، بل بواقع تسريبات من هنا وتأويلات وحتى تكهنات من هناك إلى الحيثيات والمضمون، وحتى يثبت العكس وحتى تخرج الوثيقة من درج الرئيس، حديث عن غلق متين مرة أخرى للعهدات الرئاسية وتحديدها باثنتين بعد أن ذهبت إلى رابعة ودون غلق. الحكومة ومن يشكلها هنا كذلك تسريب بإقرارها للأغلبية البرلمانية مع العودة إلى منصب رئيس الحكومة بصلاحيات أوسع من صلاحيات الوزير الأول حاليا بعد تجريده الكلي في موقعة 2008. وإن صدقت هذه النقطة سينال وأخيرا هذا الرجل مسعاه الذي طالب مرارا وتكرارا بتشكيل الحكومة وربما حتى رئاستها، وكثيرا ما صعد وحتى هدد واعترف ولو ضمنيا بأن حزبه مجرد ديكور يملأ الكراسي ويمارس التصفيق
لا الحكم كما كان يكرر دوما. ما تكون حزب عنده أغلبية ويحكم، ولا تكون جمعية خيرية يكلفوها بتوزيع الزيت وندي أغلبية في البرلمان وفي مجلس الأمة وفي البلديات، ومن بعد نقعد فوق الكراسة ونصفق. هذا العمل مش قابلين في جبهة التحرير، تسمع الناس كل إما يقبلونا في الحكم ولا يقبلونا في المعارضة. نائب الرئيس مقترح بعض الأحزاب وحديث بعض التسريبات، لكن من أين يكون نائب الرئيس هذا؟ وهل سيكون متحزب كما هو حال رئيس مجلس الأمة الذي يتولى حاليا في حال شغور منصب الرئيس؟ هذه نقطة أخرى. وكذلك واقع المادة 88، هل من مزيد في تفاصيل إثبات الشغور بعد أن أدى تفسيرها وتأويلها إلى سجال كبير؟ عين أخرى على السلطات والفصل بينها، هل سيكون الدستور هذا مكرسا للمزيد من الفصل؟ وهل سيبقى الرئيس القاضي الأول في البلاد ورئيس المجلس الأعلى للقضاء؟ هذه بعض النقاط التي تملأ في الوقت الراهن حديث الكواليس وتعنون بها الجرائد في الجزائر، تعنون بها الصفحات الأولى استنادا دوما إلى مصادر مطلعة، وليس دوما في الجزائر المصدر المطلع مطلع فعلا، فكثيرا ما تتحول كل هذه الأخبار إلى مجرد تكهنات بل وحتى أحلام. ورغم كون كل شيء مجرد حديث غير مؤكد ولا ملزم، من المعارضة قراءة تخييب للأمل وتصحير. إن صح ما جاء في التسريبات هذه ما نشرته الصحافة ليس بتعديل أبدا، وليس هو التعديل الذي ناضلت المعارضة من أجله، ولا تزال نجد أن جميع الدساتير التي عرفتها البلاد لا سيما الدستور المعمول به حاليا دستور 1996 نجده مليء بالفراغات والثغرات. جاب الله لديه دستور معروف كامل وجاهز ومعارضته للمضمون المسرب، أما زعيمة حزب العمال فسجالها حول البرلمان، لا تريد بأي حال من الأحوال للبرلمان المطعون أن يناقش حتى الوثيقة الأولى في البلاد، ويرد عليها كالعادة زعيم الحزب العتيد. هذا ينزع عنه كل مصداقية. ثم المجلس الشعبي الوطني ما عندوش تفويض شعبي للقيام بهكذا إصلاح. رئيس الجمهورية هو المفوض بهذا المهمة، وبالتالي نقول في الغرفتين لماذا؟ ولماذا مش الريفيروندوم؟ هذا موضوع تطرحوا فيه عليا بزاف. رئيس الجمهورية حب يدير دستور توافقي. احنا لو كنا حزب فيه الأنانية كنا نقولوا خلاص احنا نعدل وحدنا الدستور والسلام. احنا حزب أغلبية. للتذكير مرة أخرى، كل هذا مبني على أساس تسريبات وحديث كواليس، ووحدها الأيام المقبلة وربما الشهور ما يدريك من تحمل القول الأخير، فإما أن يثبت الرئيس هذه النقاط أو يعدلها أو يفاجئ الجميع، فمشروع التعديل يبقى في رأس رجل واحد هو الرئيس بعينه. هي مجموعة من النقاط ومن المحاور التي تمهد لأن نبدأ النقاش. والسؤال الأساسي نبدأ معك زميلي إيدير بن يونس مدير يومية لا ديباش دو كابيلي. شفنا أنه الاختلافات موجودة فيما يتعلق سواء بالنسبة للأحزاب الغالبية والأحزاب في المعارضة إلى غير ذلك، هل يمكن نقول أنه صفة التوافق ستكون بعيدة عن تعديل دستوري؟ لا، يا صفة التوافق يعني في مجرد عقدم ما تقدرش تكون بناء على التصريحات، يعني لحد الآن على التصريحات لو كان كانت حبه لو كان كانت حملة يعني الناس تروح عند الشعب وتعطي اقتراحات تاع جميع الاحزاب باه الشعب ثاني يسمع اقتراحات جميع الاحزاب، كانت سيبري صورتين شيء ما ايديال تكون مليحه. دوكا كاين الخيار قال يروح على الغرفتين يجتمعوا الغرفتين ثاني دستوريا مؤسسه ما فيهاش مشكل، مي
ولكن حتى هذه النقطة خلقت مشكل، يعني كاين اللي يقول أنه طبعا كما شفنا نرجعوا بعد ما أجل الوجودي فيها نقاط لتعلق بالمجلس الشعبي الوطني، فيه اللي يقول أنه غير فيه كثير من النقاط، يعني جانب الشكل الإجرائي فيه أيضا مشكل. لا جانب الشكل الإجرائي كان تصور سياسي كان يحب يروح لاستفتاء شعبي. أيوة. من حقه أي حزب حقه يروح يخير استفتاء شعبي، ومن حق الآخرين يقول لك ندير غرفتين هي برك لو ديبا لو ديبا اسكو لي دو اسكو لي دو كيستيون سون ستاتوتيرمون يجوزو كونستيتيسيونيلمون لي دو كيستيون باس كونستيتيسيونيلمون. دونك لو بريزيدون دو لا ريبوبليك رئيس الجمهوريه يختار الاستفتاء ولا يختار الغرفتين، من حقه ثاني من صلاحياته من صلاحيات الرئيس دستوريا، ومن حق الاحزاب السياسيه ثاني تقترح وتطرح يعني وجهه نظر تاعها يعني خير الاستفتاء. عنده رغبه به يروح بالاقتراحات تاعو امام الشعب ويزيد يتحاور مع الشعب، وكان اللي عنده في الغرفتين ثاني اللي عنده الاغلبيه في الغرفه تساعدوا بلي يروح الدستور للغرفه لانه عنده الاغلبيه بامكانه انه يرفض ولا يمرر. متفقين. نبدا النقاش معك سي جلول جودي، يعني انت عن حزب العمال، كيف ترى بدايه الاستباق على اساس انه الجانب الشكلي او الجانب الاجرائي؟ على اي اساس بنى حزب العمال هذه القناعه؟ لانها قناعه تهم كل الجزائريين فيما يتعلق بالوثيقه الساميه الدستور انه البرلمان لا يجب ان يمر عنه تعديل دستوري. حبينا ان تفسر لنا هذه النقطه استاذ. شكرا، تحية طيبة لكل المشاهدين ومشاهدي القناة. في الحقيقة لما نتكلم على الدستور نظن أن الجانب الشكلي أو الإجرائي مهم، وكذلك المضمون في زوج يتكاملوا فيما بعض مع بعض. لذلك احنا اليوم رانا نتكلموا على أعلى وثيقة يعني تحكم البلاد، ما راناش نتكلموا على مشروع قانون أو على أمرية أو مرسوم. هذا مشروع هذا يعني نحب نقول يعني اسمع قانون في البلاد ومنه اللي تتفرع القوانين سواء يعني التنظيمية ولا العضوية ولا القوانين الخاصة. لذلك احنا فقط حبيت نرجع بواحد النقطة للوراء فيما يخص يعني الخطأ أو الفشل اللي جابته الإصلاحات السياسية في سنة 2012 لما بدينا بالقوانين. حزب العمال يعتبرها فشل. فشل نعم، وفشل يعني هذا سي طابلي حاجة واضحة، وشفنا كيفاش فشلت كل القوانين العضوية سواء بما تعلق بقانون الانتخابات اللي جاب لنا كارثة بالانتخابات التشريعية والتزوير يعني عم كل الانتخابات سواء التشريعية وكذلك المحلية، قانون حالة التنافي اللي فشل، قوانين قانون الأحزاب السياسية، القوانين اللي جات في إطار الإصلاحات فشلت تماما. ما به قانون الأحزاب السياسية؟ لأننا وضعنا العربة قبل الثور، لأن وضعنا القوانين يعني العضوية بعدين باش كون أنا نتكلم عن الدستور. إلى غاية اليوم الدستور ما كانش، لذلك اليوم لكن نتكلم عن الدستور لابد نعطيه كل القوة تاعه. ما هي القوة؟ كان القوة السياسية لما تكلم قبل سمن يونس وعبد الحق، لأن لما نتكلم على الدستور احنا رانا لهنا يعني باش نفتح نقاش وطني واسع مع كل فئات المجتمع الجزائري، لأن الطالب عنده الكلام نتاعو، عنده المتطلبات نتاعو أو عنده يعني الحقوق نتاعو، العامل عنده حقه، المرأة عندها الحق نتاعها، الفلاح عنده حقه، يعني بمعنى أننا نفتح نقاش وطني واسع مع كل فئات المجتمع باش من بعد باش ينبثق حقيقة الدستور. لأن كاين اللي يشفى في 76 ولو كان نظام الحزب الواحد تفتح نقاش ولو ماهوش نقاش كبير حول الدستور، يعني أنا ذاك وقت الراحل هو ريبو مدين حول الدستور وكذلك حول الميثاق والدستور. كان هناك نقاش لكن ما راحش يعني نقاش لأننا كنا في نظام حزب الواحد، بطبيعة الحال الديمقراطية ما كانتش ديمقراطية وما وصلتش يعني للمبتغى تاعو. اليوم باش دير دستور في الجزائر لابد تفتح نقاش وطني واسع مع كل فئة المجتمع، هذا أول شيء. ثانيا هذا يعني ما يدفعنا أننا لما نتكلم على الدستور لابد نعطيه كل الإمكانيات باش كي يخرج الدستور يخرج منبثق حقيقة من الإرادة الشعبية، هذا الأول. ثانيا نتكلموا على الجانب الإجرائي، تكلمت على يعني أن ليش ما يعقبش على المجلس الشعبي الوطني. أولا الجميع يعرف الانتخابات سنة 2012 كيفاش كان فيها التزوير، بالإضافة إلى اختلاط المال والأعمال داخل المجلس الشعبي الوطني، ولا يعني تقريب أننا نشرع للمصالح الخاصة أو نشرع يعني لأهداف معينة. لذلك هذا يعتبر خطأ،
لان المجلس الشعبي الوطني حالي غير مؤهل باش انه يصوت على الدستور. بالاضافه لما نشوف مثلا الارقام شحال اللي يصوت، يعني بعض الارقام يعني الحقيقيه ان تقريبا 20% فقط من الجزائريين اللي صوتوا في الانتخابات الشرعيه. كيفاش انا يعني نقول باللي هذا المجلس مثلا نعطيه يعني فرصه او انه يصوت على يعني مشروع اسمه وثيقه في البلاد، اسمه وثيقه في البلاد؟ طيب ولكن سجل وجودي، الا ترى انه يعني انه من هذا التقدير الذي يصدره هو المجلس الدستوري، إذا كان شاف المجلس الدستوري بأن هذه التعديلات جوهرية وتمس بموازين الحكم أو موازين القوى في الجزائر، هو من يقول أننا نمرر الدستور للاستفتاء الشعبي أو إلى البرلمان؟ فإصدار التصريح استباقي هكذا يمكن أنه أيضا يؤثر بشكل أو بآخر. ولو يعني بعجالة فقط فضل. باش نجاوبك في هذا الموضوع. أولا الطريقة باش نعقب الدستور هي كان تقريبا ثلاث طرق، كان يجي على أمرية اجتماع الغرفة في البرلمان ويصوتوا على تعديل الدستور، كان هذه الطريقة. كان طريقة ثانية حول الدستور وهو أنه يفتح نقاش وطني، يفتح نقاش داخل المجلس الشعبي الوطني ويقدر يكونوا فيه تعديلات، بعدين يمر المجلس الأمة، بعدين باش يمر على 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 استفتاء. وكان كذلك طريقة تاع نروحوا الاستفتاء الشعبي. لكن أنا الشيء اللي نتكلم لك عليه، لكان بغينا حقيقة نديروا الدستور والدستور يستجيب لكل المتطلبات نتاع الشعب الجزائري، سواء سياسية سواء اقتصادية سواء الاجتماعية سواء حقوق الإنسان سواء فصل السلطات، كل لابد باش تفتح النقاش الوطني مع المواطنين، لأنه مهم جدا. من يعني لما نشوف هذا، تكلمت على أهلية المجلس الشعبي الوطني والظروف، لأنه ما يستطيعش باش يجو. لكن في إذا كان بغيت، لأن رئيس الجمهورية التزم في الحملة الرئاسية الأخيرة وقال ندير يعني إصلاحات سياسية دستورية عميقة. وحتى يعني حتى بنشوف صورة يوم يعني دار الأداء اليمين الدستوري، لما دار الأداء اليمين الدستوري قال باللي راح نروح لإصلاح دستوري عميق. والإصلاح الدستوري عميق ماشي بالشيء اللي يعني اللي كما ذكرت أنت أن كاين هناك تعديلات طفيفة. طيب فازن ليفتينغ سعودي لك يعني عميق. عميق. شكرا سي جلول جودي من حزب العمال. الشيخ بربارة يعني الطرح اعتقد انه يعني فيه كثير من النقاط التي لابد ايضا نتوقف عندها من حزب سياسي اخر ومن رؤيه اخرى مختلفه. اليوم كيف يمكن، هل هناك مجال للتوفيق بين الاحزاب السياسيه الموجوده في الساحه السياسيه؟ كاين من يقول انه هذا الدستور ما نقبلوش لما يفوت على البرلمان، كاين من يقول انه هذا الدستور لابد ان تشرك فيه جميع الفعاليات الشعبيه، حتى انه هكذا فقط بدايه الحديث عن الدستور فيه الكثير من الاختلافات. انتم ماذا ترون في الامر؟ افتنا في الامر. اولا شكرا لكم على الاستضافه. اولا احنا موقف الحركه الشعبيه الجزائريه كان واضح كل الوضوح فيما يخص تعديل الدستور. نظن بأن هناك الكثير من الأسئلة ومن القضايا التي أثيرت في بداية النقاش هي قضايا استباقية سابقة لأوانها. أولا نحن من لم نعلم ماذا تحتوي وثيقة الدستور، أمور سابقة لأوانها. فيما يخص قضية الآلية التي يعدل بها الدستور، نحن تقاس الأمور هل هي قانونية أم لا في دولة القانون، لأن الجميع ينشد دولة القانون، ينشد دولة المؤسسات، ينشد تطبيق القانون. هل رئيس الجمهورية من صلاحياته الدستورية أن يمرر الدستور عبر البرلمان بغرفته؟ وهذا البرلمان الذي يطعن في شرعيته ألا يمثل الشعب الجزائري؟ هل تم انتخابه في دولة أخرى وجيء به إلى الجزائر؟ فيما يخص النسبة اللي تحدث عليها سي جودي، انتخابات 2012 وذكر بأن الانتخابات نسب الانتخابات عالميا تشهد نفس المستوى، تقريبا تشهد نفس المستوى بين تفاوت طفيف. فيما يخص قضية الدستور، المادة 176 من الدستور في حد ذاتها واضحة، تقول أنه إذا كان التعديل يمس بمبدأ التوازن بين السلطات وكذا وهي معروفة يلجأ إلى استفتاء شعبي. أما إذا كان التعديل لا يمس بهذا فيمكن لرئيس الجمهورية أن يمرره عبر البرلمان بغرفته. أولا نحن كحزب لا نطعن في شرعية الانتخابات، ونرى بأن البرلمان الحالي هو أهل لأن يعدل الدستور كما هو معروف عن طريق لو كونغري دو بارلمون، أن تجتمع الغرفتين ويتم النقاش. ثانيا
فيما يخص هل هو تعديل طفيف، هل هو تلميع أم مجرد كذا، لم نطلع بعد على مضمون الوثيقة التي قدمت. فيما يخص قضية نائب الرئيس التي طرحتها في الروبوكار، نظن بأنه الإخوة تلقوا قاعد جميعنا تلقينا المشاريع اللي أعطوها لنا، المسودة اللي أعطوها لنا، ما كانش فيها لا توجد فيها نائب رئيس. أما فيما يخص من حق الشعب الجزائري أن يشارك في وثيقة الدستور اللي هي وثيقة مهمة جدا تنبثق منها القوانين أو بما يسمى قانون، هو روح القوانين، روح القوانين صح، من حق الشعب. ولكن هل الحق هذا يكون مباشرا أم غير مباشر؟ لأن نظن بأن البرلماني اللي راه جاي من ولايته ماهوش جاي ضد شعبه، باش نطعن في أن انتخابات 2012 قال فيها أصحاب المال والأعمال من الناس يجودي، قالك من حق جميع الشعب أن يشارك في الدستور، ولكن كذلك ليس من حقه أن يقصي أصحاب المال من الترشح، لأنه لا يوجد نص قانوني يقصي أصحاب المال أو أصحاب من الترشح. هذا الإشكال أيضا. فيما يخص التفويض، في حقيقة الأمر إذا كان أحدا يملك التفويض بأن يتحدث باسم الشعب هو رئيس الجمهورية، لأنه هو الرئيس المنتخب، هو الذي يتحدث، هو الذي لديه سلطة الشعب، هو الذي لديه سلطة الشعب. فيما يخص الجزئيات، نظن بأنه حديث سابق لأوانه، ولا نستطيع أن نتحدث عن ماذا، وما نظنش بأنه رئيس الجمهورية بعد الإصلاحات، لأنه قال الأخ جودي بأنه جاءت بفشل. أنا نظن قانون الانتخابات لـ 2012 هو مكسب، أول مكسب للشعب الجزائري، مكسب للمرأة الجزائرية. لماذا دائما ننظر إلى الجزء الفارغ من الكأس؟ لماذا لا ننظر إلى الجزء المملوء من الكأس؟ لماذا نقول بأن قانون الانتخابات جاء فاشلا؟ لم يأتي فاشلا قانون الانتخابات. ونظن بأنه دائما نسعى بأنه الطعن في شرعية البرلمان، ولكن نلاحظ نفس الحزب دائما في نفس المحطات يشارك في البرلمان. ما نظنش بأنه أنا نكون موجود في شيء وأنا ننتقده. أنا نظن إذا كان برلمان مزور كان بالأحرى ممن يدعون التزوير، لأنه هذه الأسطوانة هذه تعودت بزاف، ونظن بأنه الشعب تململ من هذه الأسطوانة، أسطوانة التزوير. لما نعرف بأنه أنا عندي معلومة تقول بأنه في ولايات من الولايات زغورة لصالح حزب العمال، ولكن هل من الممكن أنه نصدق شيء مثل هذا؟ نصدق في شيء مثل في ظل توافر الآليات من لجنة سياسية، لجنة القضاء، من مراقبين، من مراقب، هذا الأمور لا تصدق. وبالتالي نظن بأنه عوضا أن نطعن في مؤسستنا، نحن في وقت يجب أن نقوي مؤسستنا، أن نثق في مؤسساتنا. إذا لم نثق في المجلس الشعبي الوطني، ولم نثق في مجلس الأمة، ولا نثق في المجلس الدستوري، ولا نثق في أطباء الجزائر، ولا نثق، لأنه لما تتبع عبر التاريخ، نذهب غير قبل الانتخابات الرئاسية، الشك حول الطبيب الجزائري، الشك حول مؤسسة الجزائر، الشك حول المجلس الدستوري، الشك حول المجلس الشعبي الوطني، الشك في نتائج الانتخابات مسبقا، نبقى في نفس يعني الحلقة، نفس الحلقة، ولا ننظر بالنظرة السلبية. نظن بأنه يجب أن ننظر بنظرة إيجابية. نظن بأنه السيد رئيس الجمهورية في برنامجه اللي كنا حزب مساند لبرنامج رئيس الجمهورية، نظن بأنه وعد بإصلاحات، وبدأ لما رئيس الجمهورية وعد بالإصلاحات مباشرة بعد الانتخابات، قيل لماذا لم يوفي الرئيس مباشرة بعد الانتخابات بتعديل الدستور؟ لما استدعوا إلى مناقشة وثيقة تعديل الدستور قالوا ما نروحوش. والله لا أدري أين الحل. جيد، نقاط كثيرة أثرتها شيخ بربرا، ستكون طبعا سمير أنا من فضلك، أنا معليش نحترم سمير دان، لكن هناك يعني زميل من نقاط اللي حركة الشعبية تعلق بالتزوير تفضل باختصار باش نعطيها يعني بعض الاتهامات هكذا لابد نجاوب عليهم وبكل يعني روح مسؤولة. هو لما ذكر لا أنا بغي أوكي. لا تعطي تفضل سيد دان، أنت ذكرت أمين عام لحركة البناء، أيضا بغض النظر على هذا الاستقطاب هناك أيضا فكرة، يعني هل يمكن أن يكون الدستور يعني جزء من حل لكثير من المشاكل العالقة في البلاد، بدل أن يكون كما ذكرت أنت في تصريح يعني البارح أنه في حد ذاته تحول إلى أزمة، لماذا في رأيك؟ تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وتحية إلى كل المشاهدين الكرام. الحقيقة أنا عندي سؤال، لماذا يخافون من الشعب الجزائري؟ وعلى الجميع خاصة السلطة أن تنتبه إلى نفسها، وإذا كانت تستمد شرعيتها من الشعب فلا تخاف من الشعب. نحن قلنا للطبقة السياسية يجب أن تنزل المبادرات إلى الشعب الجزائري، ونقول للسلطة يجب أن تنزل مبادراتك إلى الشعب. نحن أولا دعونا رئيس الجمهورية إلى أن يكون التعديل الدستوري ضمن مبادرة تحقق ما سميناه نحن الجدار الوطني، وليس
مجرد تعديل معزول، لأنه يروح الرئيس هذا ويجي رئيس ثاني ويدير تعديل دستوري آخر. على مدى تعتقد ما هي روح مبادرة الجدار الوطني؟ احنا نتكلم على أن الجدار الوطني، على أن الشعب الجزائري يشعر بحقيقة التحديات اللي موجودة. الشعب الجزائري الآن الأزمة اللي دخلنا فيها في الغاز الصخري سببها أن الغاز والبترول نقص منسوب الخروج تاعه من حصير الرمل، فلجأت السلطة إلى الغاز الصخري ودرت أن أزمة قد 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 راسها. وكان من المفروض أن السلطة تدرس حركة الشارع وتقيس حركة الرأي العام وتستجيب لحركة الرأي العام. لما نتكلموا الآن على توافق والذهاب إلى البرلمان لأنه توافق، وهذا كلام غريب يعني لا ينبغي أن يصدر من واحد سياسي. الطبقة السياسية التي ستتوافق معها في البرلمان كلها تقول لك يجب أن تذهب إلى الشعب، يعني يوم اللي يجوا باش يصوتوا الأحزاب هذه اللي راهي موجودة في البرلمان، وإحنا حزب موجود في البرلمان، هذه الأحزاب ستخرج من القاعة، يعني سيبقى فقط حزبين ولا ثلاثة الذين يمثلون تحالف الحكومة. ولكن الحزبين الثلاثة هم صاحب الأغلبية. لا لا، نحن لا نتكلم عن الأغلبية، أنا أرد على الذي قال بأننا نذهب إلى توافق. الحديث عن التوافق يعني أنك تتنازل من أجل أن تتوافق. صحيح. مدام تريد أن تتنازل الطبقة السياسية تقول لك نذهب إلى الشعب، إذن أنت لا تريد التوافق. يعني التوافق في حد ذاته مثلا يبدأ بالحديث قال يعني أخذ ورد فيما يتعلق بالاستفتاء الشعبي. نعم. ثم نحن نقول بأنه الآن أي جنين نتبعوه بليكوغرافي من الأسبوع الأول، هذا الدستور إذا كان في صفة جنين لا نراه، الجنين يتابعوه بليكوغرافي لكي يعرفوا إذا كان فيه خطر على أمه يصحوه يداووه يعالجوا الوضع. هذا الدستور يجب أن نراه قبل أن يصبح حقيقة حتى نتناقش، حتى يعطي المثقف رأيه فيه. الدستور هذا ينبغي أن يتحدث عنه الجامعيون وليس السياسيون فقط، ينبغي أن يتحدث عنه الطلبة، ينبغي أن يتحدث عنه الخبراء. نحن نتحدث الآن فقط في حدود الطبقة السياسية، والطبقة السياسية هذه طبقة سياسية تعاني من الضغوطات الديمقراطية على الديمقراطية. الطبقة السياسية من المفروض أن تكون غير متهمة، ونحن كل مرة يطلع علينا جهة من السلطة تتهم الأحزاب، تتهم الطبقة السياسية، تتهم النخب، وحتى السلطة أحيانا تتهم. طبعا السلطة متهمة لأنها هي المسؤولة. احنا نتكلم عن الذي يتحمل مسؤولية الأغلبية، هل يتحمل مسؤولية الأخطاء التي تقع في وقتها أم لا؟ يجب أن يتحملها. صحيح. الذي يتحدث عن الأغلبية أي أزمة تحدث في وقته يتحملها. نحن نتحدث الآن على أن الدستور أصبح أزمة. الدستور كان بالإمكان أن يكون حلا لو مرر في وقته إلى الساحة الشعبية وناقشه الناس. الدستور كان بالإمكان أن يكون حلا لو راعينا فيه الظروف التي هزت مالي وهزت ليبيا وهزت تونس وهزت مصر وهزت اليمن وهزت سوريا، وأخذنا الدرس وقلنا الجزائر ليست بمنأى عن المشاكل هذه. والشعب الجزائري الآن أولوياته بدأت تهدد، مدرسة الجزائرية عطلت هذه السنة تعطيل لم تشهده من قبل، الجنوب الجزائري أصبح فيه أطفال صغار يتحدثون على أن حقوقهم مهضومة، وأصبح أطفال صغار يقولوا الغاز يخرج من عدنا ولكننا لا نستفيد منه في التنمية. الجزائريون النسيج الاجتماعي الجزائري أصبح مفكك وأصبح مهدد بتفكيك أكثر. نحن أيضا نتمنى أن يكون الدستور فيه لحظة وعي بأن ينزل إلى الشعب، يلتف حول الشعب، تفهم الأطراف صاحبة الأجندات الخارجية بأن الجزائر عندها سيادة وأن هذا الشعب ملتف على دستور، لأن نقصان الشرعية الشعبية الموجود في المؤسسات الآن كلها جعل الجزائر هشة وجعل كثير من الجهات الأخرى تتدخل فينا بأشكال متعددة. ونحن ضد أي تدخل وصلت في أجنبي فينا، إحنا كيف إحنا نقوله ما ندخلوش في شؤون داخلية للدول في الآخرين. بقت لي نقطة أخيرة إذا سمحت. تفضل. أنا أقول أن الجزائر آن الأوان أن تدخل في عقلية جديدة وهي عقلية الجمهورية الثانية. الجمهورية الأولى استنفذت كل أغراضها، والجمهورية الثانية يجب أن يؤسس لها الشعب اللي أصبح الآن أصبحنا دولة جامعية، في كل ولاية عندنا جامعة. ماذا تنتج لنا هذه الجامعات؟ أكيد تنتج طلبة، تنتج خبراء، تنتج مثقفين، هؤلاء لابد أن يشركوا في صناعة الجمهورية. طيب. القادمة. متفقين. شكرا جزيلا لك سي عدنان، سنعود لك في طبعا. سياق النقاش. إدير إذا حبيت تعطينا الآن يعني نرجع لك سي جودي، إذا حبيت يعني الآن هناك اختلاف يعني كثير من النقاط، تفضل. لا هناك اختلاف عندك
في هذا الحوار هذا والنقاش حول الدستور عندك فئة معارضة تماما قال رئيس الجمهورية هذا ما عندوش الحق كاع باه يقترح دستور لأنه ما هو شرعي. عندك فئة أخرى يقول لك هذا الدستور ما يهبطش البرلمان باسكو البرلمان ما هو شرعي. ما هو شرعي إيه. وعندك فئة أخرى تقول لك من صلاحية رئيس الجمهورية يقترح الدستور هذا باستفتاء ولا على غرفته. كلكم لوسون اتيري. قال ثاني باه الاستفتاء الشعبي باه يكون استفتاء شعبي الواحد يتساءل ثاني هل الاحزاب السياسيه اللي ما عندهاش صدى في المجتمع ما حبتش ماهيش باغيه دير فرصه هذا النقاش حول الدستور يولي منبر سياسي. بمعنى من حقها باللي الاحزاب السياسيه تقول هذه الفرصه هذه تاع الدستور عبر استفتاء دونك تكون فيها حمله وطنيه الاحزاب تقترح. لكن ما نقدرش نكون في المعارضه ونقول باللي هذه السلطه هاي وليك لا في دو روت للسلطه اللي راح نمدها لها. فهمتك. من صلاحيات رئيس الجمهوريه اللي انتخب هي دوك نقعدوا سيبريك الاحزاب السياسيه من حقها تقول لك انا ماذا بيا الاستفتاء واحد يقول لك ماذا بيا جزء على البرلمان بصح هذا عندنا دوكا يا انجليسمون سيمونتيك شويه خطير استدر كطعن في شرعيه المؤسسات في ظرف ما في ظرف تربيه وين انا تكتيكيا حزبي حزب سياسي اللي نقوده اللي نكون مناظر فيه ولا قال تكتيكيا باللي شرعيه مؤسسات نطعن فيها دي مانيير تكتيك استراتيجيكمون مانيش نطعن فيها باسكو كاين فيه كاين شويه غموض. كي تطعن في شرعيه البلديه وشرعيه المجلس الولائي وتقول لي انا مع شرعيه رئيس الجمهوريه يا كاين شوز كي فابا. كاين معارضه بير دور اتاتوي هذيك باينه تقول لك انايا ما رئيس الجمهوريه هذا ما عندوش حق كاع الرافضه رئيس الجمهوريه لازم يقال ويستقيل ولا دونك لو ديبا الى حنا للاسف ما عندناش فضاءات وين الاحزاب السياسيه والاعلاميين والمجتمع المدني تتلاقى باه يكون عندنا دي ديبا فريمون فركتور دونك حنايا اوني توجور اون روتار دان ديبا اون ترافاي دي ديبا دون لورجونس دركا خلاص دركا ما يعني رانا اون روتار ان بو بيسك المسوده راح تهبط لاسومبلي خلاص برمي جات دونك اوني توجور اون روتار دان ديبا حبذا لو كان استدر الممارسه الديمقراطيه تاعنا تطور حاجه خلاف سي جلول جودي عندك كثير من النقاط حبيت تعلق عليهم ونزيد ايضا السؤال فيما يتعلق انه نبقى في الجانب الاجرائي والتشكيك كما قال انه في الانتخابات وما الى ذلك كما تكلم سي يدير انه كثيرا ما كان حزب العمال يؤكد على ضروره تعزيز الجبهه الداخليه والوقوف كسد منيع امام يعني الامين العام لحزب العمال في المناسبات الاخيره تؤكد على ضروره انه ينبغي قطع الخط امام كل محاولات مؤامره حول الجزائر والمغرب ذلك اليوم هو نفسه يعني فيه كما قال لك تاكتيكمو في الامر هذا متعلق بالتزوير وما الى ذلك يفتح كثير من علامات الاستفهام. تفضل. شكرا. اولا كنت نتمنى باش سي ممثل الجبهه الشعبيه يمد الموقف تاع الاحزاب تاعو حزبه سواء في كل ما تعلق بالقوانين ومشي يمد مواقف حزب العمال لان مواقف حزب العمال واضحه. حزب العمال اللي يعني حزب كمناضلين حزب عنده مبادئ عنده برنامج عنده مواقف وكل مره حزب العمال يناضل من اجل يعني هذيك المبادئ نتاعو المواقف نتاعو اللي تخدم المصلحه نتاع الاغلبيه نتاع الشعب. لان لكن اليوم نقول لابد من فتح نقاش وطني مع كل فئات المجتمع نظن
هذا هو الشيء المهم، لأننا الأمر يتعلق بأعلى قانون أو أسمى قانون في البلاد، لأن الأسمى اللي يتفرعوا منه كل القوانين مش حاجة بسهل. أو نوض اليوم ندير بعض التعديلات أو روتوشات الليفتينج خفيف على الدستور ونقول أن ندير تعديل الدستور، لكن موش هذا هو الشيء اللي التزم بها رئيس الجمهورية. ثانيا فيما يخص التزوير، قال حزب العمال زوروا لصالحه، وانا على باليش، لكن الأنبياء قيلة ولكن اسمح لي بقى نخليك فكرة نوضح فكرة ونخليك تكمل كما تحب. هو قال لك يعني حتى ولو أنه سمعنا أنه حزب العمال يزوروا لصالحه ولا حزب آخر، ولكن أنا قال ما نقدرش نتكلمها لأنها تبقى عبارة عن كلام، فما الداعي لحزب العمال أنه يتبنى موقف أنه الانتخابات كلها مزورة؟ نو كي نقول احنا انتخابات مزورة، اولا نقولها من باب يعني الادلة والاثبات اللي عندنا موجود في الـ PV في كل يعني المراحل. رغم ذلك، لان لما نتكلم على فشل الاصلاحات السياسية وفشل قانون الانتخابات في حد ذاته هو فشل، يعني بين باللي ان بهذا القانون الانتخابات بطبيعة الحال رايح، يعني كان تزوير من قبل والتزوير يتواصل لان ما كانش الاليات الحقيقية للرقابة، ما فيش حقيقة لجنة وطنية لترقب الانتخابات من الأحزاب المشاركة، يعني ما هيش من الإدارة، الإدارة هي اللي تنظم، الإدارة هي اللي تدير الوسائل، الإدارة هي اللي تدير مراجعة القوانين الانتخابية، الإدارة هي اللي تمد النتائج. أنا نقول لك هذا يعني بين قوسين هاد ثلاث لجان اللي دارهم القانون الانتخابات الأخراني، اللجنة الإدارية دير القانون تاعها، لجنة الإشراف دير جيب النتيجة تاعها، ولجنة الأحزاب السياسية جيب النتائج، ثلاثة في حين النتائج مازال يعني يخرجوا، يعني يمدهم وزير الداخلية بدون ما كان حتى تنسيق بين اللجان، وما كان حتى يعني نقول احنا دي بي في أو نتائج حقيقية اللي ظاهرة، لأن بعض حتى لجنة الإشراف انت الانتخابات خلاص يوم الجمعة تمد النتائج تاعها يوم الثلاثاء، احنا يعني تبعنا العملية. لذلك احنا اليوم كي نقول باللي ان الاصلاح السياسي فشل ويعني وتفرغ من المضمون تاعو في المجلس الشعبي الوطني يعني سابق يعني فترة 2007-2012 هذاك فرغ، بالإضافة إلى إذا كان الأخي دفع لرجال المال والأعمال يعني هذا موقفه وأنا نحترمه، ولكن اليوم لما كان اختلاط ما بين المال والسياسة حنا نشوفوا في الكوارث اللي هي موجوده. ونظن انا ما خذيناش يعني العبره من الشيء اللي صار في مصر، لان العمل يعني شفنا لما رجال المال والاعمال اللي يعني تسمى اكتسحوا البرلمان ومن بعد اكتسحوا الحكومه، وشفنا كيفاش يعني المصير نتاع مصر في وقت مبارك وين وصل. لذلك احنا اليوم خليني نقول هذه الفكره رجاء سجل وجودي، هذه الفكره بكره نقولها للاستاذ. الله ترى استاذ بربارة انه المعارضه هي جزء من الشعب، ويعني المعارضة إذا لم تتسلم السلطة اقتراحاتها إذا فيما يتعلق سواء بالجانب الاستفتاء الشعبي أو الجوانب المتعلقة بكثير من الأمور، فهذا يعني أنه مصداقية هذا التعديل الدستوري أيضا تكون على المحك. أولا أنا هنا ناطق رسمي باسم الحركة الشعبية الجزائرية وليس باسم رجال المال والأعمال، وإنما مهمتي كحزب سياسي. اسمح لي سيجودي، أنا نظن بأنه ليس عيب أن يكون أحدا غنيا، هذا ربي اللي خلق الأرض وفرق فرق صح، وإنما إذا كان جهة معينة ولا حزب عنده تصفية حسابات مع جهة معينة ولا مع شخص هو مسؤول عليها، أنا ندافع على جميع الجزائريين بجميع أطيافهم، البطال الجامعي رجل مال، لأنه لا يمكن بناء دولة بدون رجال مال ولا بدون طلبة ولا بدون مرأة ولا بدون رجل. جزائر الجميع. فيما يخص المعارضة قلت لي بأن المعارضة هي جزء، أنا أروح معك أبعد من أنها جزء، قوة الحكم في الدول الديمقراطية المتقدمة تقاس بقوة المعارضة. جيد. لما تكون المعارضة لديها قوة اقتراح، لما تكون لديها اقتراح بناء، لما تشعل شمعة في الظلام وليس تنتقد إلا الظلام. المعارضة نظن بأنه الناس استدعيوا جميع على أسنان المشط لما كان سي أحمد أويحيى في آخر مشاورات استدعي الجميع إلا من أبى. دونك لما توجه لك الدعوة بأن تشارك بمقترحاتك وانت ترفض المشاركة، لماذا تعلق على مضمون الدستور لاحقا؟ دونك نعطيك مثال، انت يا كاين مباراة، كاين كل حاجة لازم احترام قواعد اللعبة فيها، كل شيء لديه قواعد، كاين قواعد اللعبة السياسية يجب على الأقلية أن تخضع إلى الأغلبية في المجلس المنتخب في الديمقراطية،
في جميع الدول في الديمقراطية أنه تتقدم الجميع إلى انتخابات. اللي يحصل على ثقة الشعب يمارس السلطة، واللي ما يبقاش يتحول للمعارضة، والأمور دولية اللعبة الديمقراطية والأمور دوليك. على الأقلية في البرلمان أن تخضع إلى الأغلبية طبيعي. وربما ينتظروا في 2017 الحزب اليوم اللي رأى أقلية يصبح أغلبية. ولكن لما توجه إليك الدعوة وتفوت الفرصة تاع المباراة على نفسك، مباراة فيها 90 دقيقة، مش ممكن أنه لما يخرج الخصم يقول لك زيد لي 90 دقيقة واحدة أخرى نلعب. كاين وجهت الدعوة من طرف السيد أحمد أويحيا، السيد الأمين العام قال لك الجزائر فيها الجميعين، وفيها نظن بأنه الدعوة وجهت ليس إلى الأحزاب السياسية فقط، وجهت إلى جميع شخصية وطنية ومجتمع مدني كذا فعاليات. هناك في وقتها في وقتها سمعنا أطرافا سياسية تقول لماذا توجه الدعوة إلى الجميع ورغم أن الجميع لا علاقة لهم بالدستور. هناك من قال هذا، قال لك وعلاش ديوان رئاسة الجمهورية يريد أن يميع الدستور بهذا العبارة. شكرا شكرا. هناك من استعمل نرجع لك سي بربارة، نرجع لك هذا السؤال. هذا السؤال أيضا لكم. أنا نرجع لك لي سمير، طرحت علي سؤال ولكن ما أعطيتنيش، لأن لما يكون هناك يعني شيء موجه لحزب العمال بطبيعة الحال لابد أن يعني تسمى حتى ولا كان نستنفع حتى يعني حتى ولا كان مش فاهم نوضح يعني موقف حزب العمال. لذلك احنا اليوم اللي تكلمت لي اليوم حول تعزيز الجبهة الداخلية، وي احنا نتكلم على تعزيز الجبهة الداخلية، لان بدون تعزيز الجبهة الداخلية طبيعة الحال نفتح المجال ونفتح الباب الى يعني الهشاشة، ولما نفتح الباب للهشاشة اذا يعني تسمى ما كانش القوة باش نقدر اننا نقاوم اي تدخل يعني خارجي. لان عملية مثلا الربيع العربي اللي دارتها في يعني في بما يسمى بين قويصات هذا الربيع العربي، هي كاين اوسي الهشاشة الداخلية، كاين هناك اوسي المشاكل اللي مطروحة بالنسبة لنا احنا طبيعة الحال. كان هناك مشاكل، كان هناك مشاكل التنمية، كان هناك مشاكل ديمقراطية، كان هناك مشاكل فصل بين السلطة، كان هناك عدة مشاكل. لذلك لابد باش تقدر انك تواجه، لابد انك يعني تسمع يعني تعطي كل قوة لتقوية الجبهة الداخلية بما فيها لما تفتح النقاش حول يعني الدستور مع كل فئات المجتمع مع كل الشعب الجزائري. ولكن هذا تكمل هذا من بين مشاورات سياسية ماهيش نقاش. نعم مشاورات سياسية بطبيعة الحال كانت مع أحزاب سياسية وكل حزب مد المقترحات نتاعو. حزب العمال موجودين حتى مقترحات راه موجودين لهنا، مدينا اقتراحات نتاعنا. لكن لما تشارك الشعب في العملية معناتها أن الشعب كذلك يكون مسؤول، مش مسؤول فقط يعني قال نروحوا للاستفتاء صوت بنعم أو بلا، يعني لا فونت كونت كوميتونت هذيك تاع قال كاين حاجة مليحة كاين حاجة لا. نتكلموا على نقاش وطني واسع، لأن العملية لكان تكلموا يعني حقيقة ديمقراطية ولكن إشراك في يعني المواطن بطبيعة الحال تعطيه فرصة باش أنه يعبر على رأيه، لأنه وما كان حتى حزب يدعي أنه هو اللي يمثل كل الجزائريين والجزائريات بطبيعة. هذا هو الشيء المهم. ثانيا لما نرجع لابد كان هناك أشياء نوضحوها، لأن حزب العمال إذا كان هو اللي يعني تزور ضد ضدنا احنا كنا هو الضحية في الانتخابات نتاع 2012. كان حزب العمال هو الضحية، ولا كان موجود حزب العمال طبيعة الحال اللي يرى في المجلس الشعبي الوطني اليوم كان اشياء كثيرة اللي حتى المواطن حتى الشعب الجزائري ما يعرفهاش، حتى من الاحزاب السياسية اللي صوتت لصالح الغاز الصخري مثلا اليوم ما نشوفوهمش حتى في الميدان. لكن حزب العمال لما خذ هذاك الموقف عن قناعه وخذها قضيه استغلال الغاز الصخري، خذها عن قناعه وخذها بالادله وخذها بالضمانات، طبيعه الحال حزب العمال يوقف وكذلك يوضح للمواطنات المواطنين، لان الامر لا يتعلق فقط بالغاز الصخري لكن يتعلق بمشاكل اخرى، مشاكل اخرى اللي تقدر تمس وحده البلاد وتمس السياده نتاعها. متفقين. السيد احمد دان الامين العام لحركه البناء، من خلال هذا النقاش كله يبدو انه كانت فيه هناك قنوات لاشراك، اعتقد انكم شاركتم استاذ دان ايضا في المشاورات السياسيه، شاركتم؟ لا لم نشارك. لم تشارك معليش. ولكن اليوم الحديث مثلا عن قضية نحن لا نستبق الأمور ونعتمد فقط على التسريبات يعني إعلامية، لأنه ولا واحد مازال ما على باله واش كاين في المسودة الدستور، ولا قضية يعني هل ستكون على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، ولكن نناقش من باب يعني تقديم إضاءة وما غير ذلك. لما يقول يعني أحد الذين التقوا الوزير الأول سي حسن عريبي، أعتقد أنت على اطلاع بالموضوع، أنه مضمون ما جاء وهو إسلامي أيضا من جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جابر الله، يؤكد أنه نقلا من خلال حديثه في مع الوزير الأول سي عبد الملك سلال، أنه جوهر هذه التعديلات ومضمون هذه التعديلات
قد يكون يعني مفاجأة ويلبي الكثير من الطموحات فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية. أولا نحن في حركة البناء الوطني ممتدين في 48 ولاية ونعيش مع الشعب في يومياته، ويوم 9 القادم منظمين في أدرار ندوة خاصة بإشكالات الجنوب والتحديات الموجودة في الجنوب، ومنظمينها إطارات تاع الجنوب يعني نعم. يعرفوا هذا النموذج. هذا نموذج نضربت لك مثال تاع علاقتنا مع الشعب، لنقول أن الشعب محقور وأن الشعب محقور وأن الشعب محقور، وأن حقرة الشعب وحقرة المواطن أصبحت شغل هواية عند كثير من الناس. نحن لسنا ضد، ولكن الشعب أنا اسمح لي خليك تكمل، خليني نكمل لك فكرة لأنك تقطع الفكرة. ما نقطع لكش الفكرة، أنا لازم نعلق على كلامك لأنه كلامك مهم. لما تقول أنه الشعب محقور، نحن الشعب والجميع هو شعب، ولكن الشعب اليوم ما يثقش في المنتخب، يثق في الدولة. لا 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 الشعب كي نقول لك محقور، أنا ماش باش نسب الناس، ولا لأنه اللي يحقر الشعب الجزائري هو حقر روحه في الحقيقة. ما جاوبتنيش أستاذ. هني راح نجاوب. كيف نجاوبك؟ بطريقتي ولا بطريقتك؟ لا لا أنا نخليك طريقتي. أنا نخليك تهضر ولكن أرجو تجاوبني. إيه أنا شفنا اليوم. أنا نقول لما نتكلم على رجال الشعب اليوم. نتكلم الشعب على رجال الأعمال. الشعب اسمح لي الشعب اليوم لا يثق في المنتخبين. إيه أنا جايك نجاوبك. تفضل. أنا نقول لما نتكلم على رجال الأعمال اللي أصبحوا في أهم مفاصل اللعبة السياسية. أصبحوا منتخبين. المطلوب منهم أن يساهموا بما أعطاهم الله من مال في بناء مؤسسات شعبية وتحقيق قاعدة النفع العام في وسط الشعب، لا أن يصبح المسؤول الذي أصبح رجل المال وأصبح مسؤول يصبح يستفيد من السياسة في زيادة الثروة، لأن هذا يعيق الثقة بينه وبين الشعب. الشعب ليش ما يثقش في المؤسسات؟ على ما يثقش في كثير من المنتخبين؟ لأنه أصبح يشوفهم منين جاء. ولذا نقول في مضمون الدستور اللي تكلمت عليه أنت الآن، نحن نتمنى أن يكون نظامنا ديمقراطي، يكون رئاسي، يكون برلماني شبه رئاسي، المهم يكون ديمقراطي، يكون رئيس حكومة، يكون وزير أول، المهم يكون ديمقراطي. نحن نريد أن تكون هناك حرية إعلام، حرية فعل سياسي، أن تكون هناك حرية تعبير، أن تكون هناك حرية تنسجم مع قيم الشعب الجزائري. نحن ضد الحديث هذه الأيام عن تسريح في موضوع الخمور، يعني الناس مش خابطة حتى تزيد تخبط. نحن ضد هذا التضييق على مؤسسة المسجد التي أصبحت مؤسسة تلعب دورها ويراد لها التضييق. نحن الآن أيضا نتمنى أن الناس تقف في مواقعها. لما نسمع أنا رئيس أكبر حزب الأغلبية بغض النظر عن الانتخابات مزورة ولا مش مزورة، يقول إذا ما يقبلوناش سنتوجه إلى المعارضة. تعرض من؟ وكي تتوجه إلى المعارضة المنظومة اللي تبني هذه كيفاش دايرة؟ والمنظومة اللي بنيتها هذه السنوات شكون اللي يتحمل مسؤوليتها؟ وعملية التهديد بالمعارضة، المعارضة مش تهديد. ولذلك كان الشيخ محفوظ نعناع دائما يقول الدولة الجزائرية عندنا شيء مقدس، ما تكونش مجال للعب والأحقاد وغيرها. هذا الكلام نقوله لأننا نريد أن يكون التعديل نقلة نوعية حقيقية تنقل المواطن، مش تنقل الطبقة السياسية فقط، تنقل المواطن إلى الإحساس بالأمان. نحن سجلنا في العام الماضي وفي نظن في التقارير الرسمية وأنتم تعرفوها عشرات الآلاف من الاحتجاجات، يعني كي نقول عشرات الآلاف من الاحتجاجات على اختلاف منسوبها، على من رأي تحتج هذه؟ تحتج على سلطة، تحتج على إدارة. الذي يقول بأني أتجاوب مع الشعب وأحترم الشعب لبي على الأقل 50% من احتجاجات هذه المواطنين. طيب، ولكن أما أن نتحدث عن مواطن يعبر لك، يعني مواطن هذا تاع عين صالح يقعد لك شهرين وهو في العراء باش يعبر على صوته وما تستمعلوش، هذا ركوب للموجة. هذا ركوب للموجة يا أستاذ، هذا تسييس للملف. ما جاوبتنيش على سؤالي. أنا قلت لك أنه اليوم أعطيني بصراحة. أنا جاوبتك، سألتني على المنتخبين علاش ما يثقش فيه الشعب. ما جاوبتنيش. المنتخبين ما قدروش يروحوا لعين صالح. راك غلط. ما راحوش عين صالح لأنه راحوا اسمح لي. معليش اسمح لي. أنا خليك تكلم. لا، مش المنتخبين، أنا ما نقولكش المنتخبين راحوا ما راحوش، ولكن نقول لك الطبقة السياسية تفاعلت مع عين صالح. والمواطن، خلينا من الطبقة السياسية، المواطن البسيط في ولاية الشرق الجزائري قام باحتجاجات تأييدا لعين صالح. المواطن في الوسط، الإعلام، المثقف، الناس قاعد تضامنت مع عين صالح. لأن المشكلة مش مشكلة عين صالح، احنا ما ينبغي أن نحولها إلى ولايات. تهم الوطن ككل، مسألة تهمنا كجزائريين. شكرا.
شكرا استاذ، بارك الله فيك، بارك الله فيك، لاني انا حبيت من خلال النقطه يعني لما نقول انه المواطن قضيه المؤسس الدولة حبيت نقول انه قادم منظمين شعبيا منظمين في اضرار شيء يتعلق بهذه القضيه. عين صالح هي راهي جزء من جنوب كبير يعاني، مش عين صالح وحدها، احنا نتكلموا على ورقله، نتكلموا على غردايا، يعني مازال مشكله الاباضي والمالكي مازالت. احنا بكري اخواننا تاع بني مزاب نعرفوهم تجار، نروحوا نشرو من عندهم، ما كانش عندنا عقد. الان اطلع لك مشكل مذهب فقهي، واطلع لك مشكل ازمه اثنيه، هل الجزائر فيها اقليات؟ الجزائر فيها مكونات سياسيه وليس اقليات. ما عندناش تقريبا، الحمد لله ما عندناش مشكله تاع المذهب. نعم شكرا. تفضل سي بربر، حبيت تكلم، تفضل تفضل. اولا الموضوع الحس قلت لي الدستور، الدستور خرجنا شويه، انا حاولت نرجع عليه شويه، معليش تفضل. وربما نظن بانه الاسئله ما نبتعدوا شويه على الشعبويه هذه، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لانه كاين جمهور راه يتبع فينا، كاين شعب راه يتبع فينا، باش نكونوا واضحين. فيما يخص الشعبويه كيفاش دايره؟ يعني الشعبويه لما يطرح لك سؤال وتدور له بجميع الاشياء الا السؤال الذي طرح لك لن تجيب عليه. الوحيد المخول بان يتحدث باسم الشعب هو من لا مش اللي يملك ختم ويملك محفظه ويمشي الذي تقدم أمام الشعب الجزائري ونال حصته من أمام الشعب الجزائري. الفيصل الوحيد في الشرعية الشعبية هو صندوق الانتخابات. صحيح. هذا المخول الوحيد عبر الدول الديمقراطية للأحزاب اللي تحترم نفوسها لما يتقدم، عندك واحد توزن واحد، عندك عشرة توزن عشرة، ني بلوس ني موا. قضية إن صالح، نظن بأن الأحزاب السياسية مع احترامي للأحزاب السياسية انحرفت عن دورها، أصبحت نقابات أكثر مما هي أحزاب سياسية، وتحاول ركوب الموجة في كل مرة، وكل مرة تحاول ركوب الموجة، إلا والشعب الجزائري يفصح عن وعي شديد ويقول لهم أنا بريء من الأحزاب السياسية. ولما يتحدث على اسمح لي، نعم، في تمراست قمنا بتجمع شعبي في تمراست، وين أعيان ولاية تمرست قال لك نحن ما عندنا حتى بشي بهذا المعارضة، نحن نحوسوا على تفسير، نحوسوا على كاين مشكل تاع اتصال بين الحكومة، ما ناش فاهمين واش معنى الغاز الصحر. هذه الفكرة اللي تحبيت نقول لك. اسمح لي اسمح لي خليني نكمل، مقاطعنيش كاش منها، اسمح لي نكمل لهم بعد. اسمح لي، يجوا جماعة إن صالح طلبوا توضيح الشيء اللي كان قام به السيد الوزير الأول ثم بعد ذلك رئيس الجمهورية، وين قال بأنه لا استغلال للغاز الصخري قبل 2025. فيما يخص قضية التضييق على المساجد، نظن بأنه رئيس الجمهورية رحمه والدك قال لا استغلال، لا استغلال للغاز الصخري قبل حالة استكشاف، ولا استغلال للغاز الصخري قبل 2025، وقال بأن قضية البيئة وصحة المواطنين خط أحمر، وأنا رئيس لكل الجزائريين وأسهر على صحته. كاين الرسالة راهي قرأت في عيد النصر في 19 مارس. فيما يخص قال التضييق على المساجد وتسريح الخمور، وكأنه يقصدني في الشق اللي يتولاه السيد الأمين العام للحزب، باش نكونوا واضحين وفرصة لأوضح. السيد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية اللي هو السيد عمار بن يوسف، في نفس الوقت هو وزير التجارة، لم يسرح للخمور، باش نكونوا واضحين، وإنما هذا بيع الخمور بالجملة هو نشاط منظم حسب ما تقدم به الجماعة في وزارة التجارة، ويخضع إلى القيد في السجل التجاري. ولكن في 2006 هناك تعليمة وزارية وين تقول بأنه لازم تحصل على ترخيص من طرف الوزير بناء على تقرير المفتشية العامة المالية لجياف، وين قالت بلي هذا قرار الوزير السابق ليس قانوني، قام بإلغائه، قام بإلغاء القانون. ولما يكون وزير الجمهورية يسأل هل يطبق قوانين الجمهورية أم لا، هل يطبق قوانين الجمهورية أم لا. وأما فيما يخص التضييق على المساجد، والله لا أرى تضييق، ونظن بأنه رئيس الجمهورية يقول يوم 17 أفريل سيدشن من أكبر المساجد، ونحن بصدد بناء المسجد الأعظم، ونظن بأنه جميع القرى والمداشر الجزائرية تتوفر على المساجد، ونظن بأنه ما كاش دولة ربما في شمال إفريقيا ربما أكثر انتشارا للمساجد من نحن. الشيء اللي نزيد كاين شيء توقع مغالطة، قال ما وقعتش مشاورة واسعة حول الدستور. نظن بأن هنا لما يقدم لي الديوان الرئاسة عبر السيد مدير الديوان سي أحمد أويحيا يقدم لي المشاورات، من المفروض أنا كحزب سياسي لا أنفرد بتعديلات كأمين عام ولا نعيط المناضلين، وهذا الشعب يؤطر في أحزاب، في جمعيات، في مجتمع مدني. نظن أليست هذه مشاورة؟ نظن بأنه يجب أن ننتظر ما سيشكر عنه الدستور، وسيكون الدستور لا محل لأننا نثق في السيد رئيس الجمهورية
الذي وعد الذي وفى بجميع وعوده. طيب. والنقائص نقائص هي نقائص بشر. وما على الطبقة السياسية إلا أن تكمل وتقدم اقتراحات. كاين نقطة أثرناها يعني الآن أيضا باقي باختصار مر الكلمة. لطالما شفنا أنه في خطابات وتدخلات وندوات صحفية لكثير من الأحزاب السياسية وكنا تكلمنا عليها سي جودي قبل ما نطلعوا البلاطو قضية مبدأ الفصل بين السلطات لطالما أيضا أنه مطلب أساسي يشترك فيه الجميع. هذا المبدأ إلى أي مدى ترى سيدير بن يونس مدير يومية لا ديباش دو كابيلي وانت يعني تتفاعل مع الأوساط الشعبية والسياسية وما إلى ذلك أنه فيه بعض النقاط أيضا التي يمكن أن يعاد فيها النظر ولا كما راه يعني يبقى مناسب الفترة القادمة؟ لا فيه اللي يقول لك أنه تداخل بين السلطة التنفيذية السلطة القضائية رئيس المجلس الأعلى للقضاء فيها كثير من النقاط. لا الدستور مشروع مجتمع. الدستور مشروع مجتمع. كل حزب سياسي عنده مشروع مجتمع من المفروض ورئيس الجمهورية والأغلبية هذه عندها مشروع مجتمع. لا كونستيتيوسيون اي ان بروجي دو سوسيتي. لا كونستيتيوسيون سي ان بروجي دو سوسيتي. ما نقدرش نكون في المعارضة ونقول له يرحم بابك انت اللي راك في السلطة دير لي مشروع مجتمع تاعي. منطقي. اللعبة الديمقراطية واللعبة السياسية واضحة. كي نهضروا مثلا على الجبهة الداخلية. دركا عندنا 4 شهور 5 شهور ولا عام هذه الجبهة الداخلية ولات يعني باختصار إدير ولات سلوغون الجبهة الداخلية. هل الجبهة الداخلية هل تقوم الجبهة الداخلية بتعزيز المؤسسات والأم لا؟ هل مخطط أجنبي يساعدوا الحال كي يكونوا مؤسسات مهرسة مستقرة أم مستقر؟ دوك سي ان ديبا برك نخرجوا من لي سلوغون خرجوا من لي سلوغون شعارات الشعارات ونروحوا سير دي كونستركسيون سير دي ديسكور كونستروي افيك نو ديف افيك لي ديفيرونس لي زانجيريان سون ديفيرون. لي زانجيريان كامل سيدان وفي جهه سي حزب العمال في جهه بصح كاين واحد ما يشك في وطنيه واحد اخر جي. واحد ما يطعن فيها كل واحد عنده نظره ضروري هذا عنده نظره وحنا يعني التجربه الديمقراطيه تاعنا مازال رانا فيها سي تري بيان بارابور للتسعينات الذرك المسؤولين السياسيين ولاو عندهم ولاو ارزان ولاو يهضروا احنا حتى احنا اعلاميين تعلمنا حوايج تعلمنا بزاف حوايج ماشي كيما الانفتاح في الايام الاولى. شكرا سيدي باختصار تفضل اخي نختم معك تفضل. مهم جدا يعني نظن هذه نقطه من النقاط الاساسيه اللي تكون يعني في المضمون نتاع الدستور. نعم لان تكلمنا كثير على الشكل دخلنا مباشره في الملاحظات تكلمنا كثير على الشكل والجانب الاجرائي في كان من المفروض ان ندخل في في, في 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 صلب الموضوع من بين القضايا المهمه وهو فصل السلطات لان اليوم ما نقدرش نتكلم على ديمقراطيه وما نقدرش نتكلم على إرادة حقيقية إذا ما كانش حقيقة فصل السلطات اليوم لأن قضية مثلا السلطة القضائية. السلطة القضائية اليوم راهي كما راه موجود قال رئيس الجمهورية الدستوريين هو القاضي الأول في البلاد لكن يحول صلاحيته لوزير العدل. وزير العدل يظن هو اللي يترأس المجلس الأعلى للقضاء. إذا عاد وزير العدل اللي هو في السلطة التنفيذية يترأس المجلس الأعلى للقضاء اللي هي السلطة القضائية فين راه يعني فصل السلطات. لذلك احنا بالنسبه لنا وحتى في الاقتراحات اللي تقدمنا بها ان السلطه القضائيه لازم تكون مستقله. كيفاش مستقله؟ ان رئيس المحكمه العليا يعني ان القضاة يكونوا منتخبين من طرف زملائهم. نتكلموا حتى من يعني نبداو من الغرفه للمحكمه للمجلس القضاء الى المحكمه العليا الى المجلس الدوله الى اخره. لما تكون القضاة منتخبين انه هو اللي يعني الرونكونت للقضاة الناس اللي انتخباتو كيما نتكلموا مثلا على العهده الانتخابيه. العهده الانتخابيه من فرض كل نائب يحترم العهده تاعو او منتخب في البلديه والولايه رونكونت لي سيتويان هما اللي انتخبوه هو اللي يقدم لهم. لذلك احنا اليوم لو كان ما كانش هناك فصل حقيقي بين السلطات معناتها تدخل في الصلاحيات لهنا ان السلطه القضائيه تكون تحت السلطه التنفيذيه بما فيه السلطه التشريعيه تكون تحت السلطه التنفيذيه ولا هنا ما كانش هذا يمس بالمبادئ الجوهريه. لا باش نكمل يمس بالسلطات. لذلك احنا نرجع مثلا نتكلم على تعزيز المؤسسات. اذا كان حبينا نعزز المؤسسات اولا لازم المؤسسات كما قال رئيس الجمهوريه تكون لا غبار عليها يعني تكون ما كانش فيها مساس بالمصداقيه نتاعها. لازم انتخابات حقيقيه اعاده النظر في قانون الانتخابات
إعطاء كلمة للشعب يعني بصفة واضحة. نعم. ومن جهة ثانية لازم نفصل يعني في السلطات باش تقدر. شكرا. يعني كل سلطة عندها القوة نتاعها باش تقدر تأخذ القرار اللي لها. شكرا سي جلو جديد. تفضل أستاذ. أولا فيما يخص الدستور، أتمنى كما قال السيد رئيس الجمهورية أن يكون دستورا للأجيال. نعم. دستور شخص. كما كذلك أتمنى كمناظر في الحركة الشعبية الجزائرية أن يتضمن الدستور الاقتراحات التي تقدمنا منها، وعلى رأسها الحفاظ على الطابع الوطني والجمهوري للدولة الجزائرية، الحفاظ على مجلس الأمة، تعزيز الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء وأن يكون رئيس المجلس القضائي منتخبا لا معينا، كذلك تكريس الحريات وضمان ممارستها، لأن أهم شيء هو تكريس الحريات الجماعية والفردية، كذلك تكريس آليات مكافحة الفساد لأنه شيء مهم جدا. كما أدعو جميع الأطياف السياسية بما فيها معارضة أو أحزاب تشارك في السلطة أن تلتف حول هذا الدستور، لأن الدستور ليس دستور شخص وليس دستور، وإنما هو روح القوانين التي تستمد جميع القوانين منها روحها. أما فيما يخص قانون الانتخابات وباقي القوانين فهي قوانين عضوية، هذا الشيء يعرفه القانونيين كثيرا، ولما نفرغ من الدستور نتفرغ إلى القوانين العضوية بما فيها من نقائص. وشكرا لكم. هو نعود المرجعون أصل الدستور. تفضل أستاذ أحمد دان أيضا الأمين العام لحركة البناء. نختم معك. إحنا في حركة البناء الوطني إحنا نعتبر بأن الرئيس أو أي مسؤول لما ينتخب ما يصبحش يمثل مشروع تاع الحزب تاعه، يصبح يمثل كاع الجزائريين. صحيح. ولهذا ما يقولش واحد انا هو رئيس كل الجزائريين، انا رئيس كل الجزائريين، انا نتكلم على مشروعي وانت تستنى مشروعك. هذا يلزمه حتى ويكون معارضه يلزمه ان يتحمل مسؤوليه الشعب اللي راه موجود. مشروع المجتمع ينبغي ان يحترم فيه الاسلام وتحترم فيه اللغه العربيه وتحترم فيه الوحده الوطنيه ويحترم فيه بعدنا المغاربي وبعدنا الإفريقي، وهذه الأبعاد تحتاج إلى أن تكون في الجزائر صورة جديدة من المبادرات السياسية اللي تدعو إلى جدار جزائري وطني يبنى على أساس العلاقة مع المواطنين. أما التدافع السياسي المعزول عن المواطنين وزيادة أننا نزيد نحقر المواطنين حتى في رأيهم السياسي وحتى في تكريس الحد الأدنى اللي باقي لهم وهو احترام حقهم في التعبير البسيط، في الوقت اللي العالم كله أصبح يتغير وفي الوقت اللي أصبح المواطن الجزائري نص دقيقة أو نص ثواني اللي أصبح المواطن الجزائري يدفع تضحيات متعددة باش ما تصبحش الجزائر كما سوريا ولا كما اليمن، ومن بعد تجي السلطة ما تقدرش في هذا الشعور. هذا يعني إجحاف في حق المواطنين ينبغي أن يزول في مشروع الدستور. تحترم أن يكون في مشروع الدستور تحترم فيه العروبة، يحترم فيه الإسلام والعروبة والأمازيغية باعتبارهم الثلاثة من مكونات الهوية الجزائرية حتى لنا في شقا من أنا صغيت فقط يعني قلت لآخر كلمة لأن اللي رانا في أفريل أمازيغية ثانية في أفريل والربيع الأمازيغي يعني 20 أفريل اللي راه جاي، أن من بين يعني كما تكلم عن الهوية الوطنية أو من بين الأسس نتاعنا لابد أننا نرجع للحقوق الديمقراطية بما فيه يعني أن الأمازيغية تكون لغة يعني هي لغة وطنية ورسمية حتى يمكن أننا نقوي الجبهة الداخلية حقيقة. تلاحظ سي جودي بالطبقة السياسية تجتمع على قيم معينة، الديمقراطية، الإسلام، العربية، الأمازيغية، حقوق الإنسان، والسلطة بعد كيما رئيس الجمهورية. لا رئيس الجمهورية السلطة من المفروض أن تكون لا ماشي السلطة، رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية أنا لا أتكلم عن رئيس الجمهورية اختراق. لا متفق مع رئيس الجمهورية. أنا شايف ذاك نفهمك في هذه الاختراق لا يحصل. ما نتكلموش على الرئيس، نتكلموا على سلطة منظومة، هذه المنظومة يجب أن تنفذ الاتفاق العام على هرم السلطة رئيس الجمهورية. طبعا هو جزء من المنظومة معايير السلطان هو الاول هو طبعا هو الناهي طبعا هو رئيس الجمهوريه هو المسؤول الاول. نعم شكرا جزيلا لكم يعني كما قلت فيما يتعلق بكل هذه النقاط ان شاء الله يكون تكون انتم مشاهدينا الكرام استفدتم من كثير من النقاط تعرضنا لها في هذه الحلقه، ولازم نكثر من هذه المواضيع المتعلقه بالدستور. لان ذكرت مبدا الفصل بين السلطات ثم ما تكلمناش عليه لان الوقت انتهى، ان شاء الله المره القادمه نزيدو نتكلموا عليه. شكرا لكم ضيوفي الافاضل الاستاذ احمد الدان الامين العام لحركه البناء الوطني. شكرا استاذ بالله. كما اشكر الشيخ بربارة قيادي بالحركه الشعبيه الجزائريه وعضو من المكتب الوطني. شكرا استاذ بارك الله فيك. كما اشكر الاستاذ جلول جودي وهو رئيس كتله البرلمانيه مكلف بالاتصال برلماني صفه شعبيه. شكرا سي برلمان. شكرا سي دير بن يونس مدير يوميه لا ديباش دو كابيلي. اشكركم مشاهدينا الكرام على كل الاسئله التي طرحتموها، حاولنا قدر الامكان ان نضمنها في النقاش. طبعا
موضوع الدستور لا يمكن أن نتحدث فيه هكذا في ظرف ساعة، ستكون لنا حلقات قادمة وكثير من النقاط التي نحاول أن نجزئها في كل مرة. لكم منا أطيب المنى، نلقاكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء.